إذا نعود مشاهدينا لتذكير الأهم ظاهرة أسفل الشاشة، حيث تعرضت طائرة عسكرية من نوع سي 130 أركول لانحراف أثناء هبوطها بمطار العسكري المحاذي لمطار محمد خيدر ببسكرة. الطائرة كانت تحمل جنودا في مهمة تدريبية من المظليين، وفقد الطيار السيطرة عليها أثناء هبوطه على مدرج المطار ونجم عن الحادث. إصابة حوالي 9 أشخاص بجروح، منهم طاقم الطائرة، وتم نقل الجرحى لمستشفى بشير بن ناصر.